أهلا وسهلا فيكم في برنامج فقرات فكاهية. بالحلقة الماضية سألتكم أنه شو بتكون عناوين فيديوهات اليوتيوبر العربي مشان تجيب مشاهدات. خلينا نشوف تعليقاتكم شو كانت. حنبلش نقرأ التعليقات. أول واحد من عباس عبد الله بيقول فضيحة شركة بيبسي طلع فيها غازات. التعليق الثاني الاسم مو معروف بيقول مؤثر جدا. التعليق اللي بعده عمر خدع بصرية ستجعل عينك تتغير بالأخير بتصير أحول وعينك بتضل متبهنة. أوكي. عبيدة بيقول شاهد قبل الحذف في جابر كان خطير في المطبخ والسبب بتطلع من هاي أنه في طنجرة غليانة. آية شاهد حقيقة المهرجين قبل الحذف الفيديو قبل 3 أعوام. أوكي. التعليق اللي بعده من ضياء بيقول بقول له وقت بدك تنزل بعد سودك. يعني ضياء تعليقك بجنن كتير كتير بس لو على الفيديو السابق. اللي بعده بيقول فضيحة نانسي عجرم. التعليق اللي بعده بيقول حطيت سم داخل الشاي لأبي شاهد ردة فعله مات. علي أبو سمير كاتب شاهد قبل حذف كنا عم نشوف فيلم وفجأة شوفوا شو صار بطلع من هاي انه نقطع كهرباء. التعليق اللي بعده حسني بكاتب كيفاش تخلص من اليوتيوبر حتى وانت في تونس. على فكرة لا تفكروا ان تعليق هيك يعني تعليق كتير يعني فيه نكتة كتير كتير قوية بس لحظة لأحسن فكة. كيفاش تخلص لا بايخة. التعليق اللي بعده من محمد بيقول ليك أبو سعيد مر من هون يعني هيك بكون علمان. محمد أبو بكر خميس وأخيرا سوري يخترع وسيلة مهمة. خالد ياسين العنوان برنامج فقرات فكاهية حلقة الأولى. هذا التعليق مالكم يا اللي بعده فواز العنوان بحط بعنوان المقطع انه اشترى فيراري بتفوت عليه بتلاقي هنداي مستعمله. شكرا كثير لتعليقاتكم الحلوه. اما سؤال برنامج فقرات فكاهية للحلقه القادمه هو انه اكتبوا لي كذبات ما بتصدق ابدا. وشفت تعليقات مهضومه كثير. لا تنسوا تدعمونا على اليوتيوب. سلام.